طال واحد الغريبه بالفيلو. تفضلي. غنحتاج ليها، غناخذ واحد الاناء غندير فيه واحد بيضه وحده، كاس مع مرش ديال السكر، واحد ساشي ديال الفاني، وقبيصه ديال الملح. هذه مليحه ضروري انا كنديرها في الحلوه باش كتعدل لنا الذوق. كنطرب هاد المكونات بالطراب اليدوي مزيان مزيان حتى كيتخلطوا. ممكن السيده هادشي كامل ديرو في قصريه وتخدم بيديها، كاينش مشكل. صافي كنطربوا هادشي بالطراب اليدوي مزيان، وكنضيف ليهم كاس مع مرش ديال الزيت، وانا كنخلط في نفس الوقت، وكنضيف ليهم علبه ديال ياغورت بالنكهه ديال الفاني، وانا في نفس الوقت كنخلط، وكنضيف كاس ديال الكوك. من الاحسن يكون داك الكوك لنوعيه جيده، يكون ميدن باش ما تجيناش الحلوه قاصحه. ومن بعد ما كنضيف هذاك الكوك كنخلط المكونات، كنضيف لهم هنايا جوج الاكياس ديال الكاكاو، الكاكاو المر. كنخلط المكونات مزيان حتى داك الخليط كيتبدل عندي اللون ديالو، كيولي اللون ديالو شطلاطي. ومن بعد كنبدا نضيف الفينو. الفينو تقريبا هزت ليا جوج كيسان ونص، ما نفوسوهم جوج كيسان لان من بعد كتشرب. وغنضيف مع الفينو غنضيف خماله ديال الحلوه، جوج كيسان ونص ديال الفينو ما نفوسوش لانها كتشرب وهي كتبقى الخليط ديالها راه كيبقى معلك. كنغطيها ملي كنخليها، وما تنساوش الخماله ديال الحلوه كنضيفوها مع الفينو. صافي ملي كنخلطوها كنغطيها وكنخليها واحد ربع ساعه اختفانا على ما نمشي نشعل الفران كيسخن، ونجيب الصينيه ونوجد المسائل ديالي كنلقاها شربات. صافي كنحاولوا ندهنوا ايدينا بشويه ديال الزيت اولا شويه ديال المظهر. ايه. وكنكورها وكنفندها في الكاوكاو اللي كيكون مهرمش وخضر ماشي محمر. كناخذ الكاوكاو كنهرمشو وكنفند نغطسها في هذاك الوجه ديالها في هذاك الكاوكاو. احنا ممكن السيده لا بغات تغطسها في السكر كلاسي سبيسيال كديرها. انا تفاديت هذاك السكر كلاسي، قلت انا اري نجربها بهذا الكاوكاو، وصراحه عطات واحد الشكل زوين. صافي كندخلها كندخلها الطيب حتى هي نفس الطريقه ديال البهله. شعلت عليها الفران من قبل حتى كيسخن، والنار تكون من الفوق باش ملي كطيب كيبانوا فيها واحد التشققات مع هذاك الكاوكاو من الفوق، كتجي مشقه من الفوق واحد شويه. صافي في نفس الوقت هذاك الكاوكاو كيتحمر، نحاولوا ما نديروش محمر، نديروه خضر لانه ديجا هو غيتحمر لينا، يلاه غادي يطيب لينا مع الحلوه. صافي وكتجي الكا وغزاله بالفينو واختسانه. ايه يعطيك الصحه.